ولمتابعة مستمرة والمزيد من التحليل والتفاصيل معنا عبر الهاتف السفير محمد نصر كبير مفاوضي الرئاسة المصرية لقمة المناخ. بعد التحية يا فندم، يعني بما أن هناك العديد من الالتزامات من الدول التي شاركت في المؤتمر وفي النسخ السابقة، يعني هذه القمة تحمل عنوان التنفيذ، قمة التنفيذ، وبما أن حضرتك من الفريق المفاوض وكبير الفريق، ما هي الالتزامات والخطوات لحمل هذه النسخة إلى التنفيذ بالفعل من الدول المسؤولة؟ اولا اشكر حضرتك. واحنا عندنا النهارده في المسارين ماشيين بالتوازي مع بعض. في المسار بتاع الايام الموضوعيه اللي حضرتك اشرت ليه في البدايه، اللي هو في النهارده اعتقد دور المراه وموضوعات المياه، ده المسار لاصحاب المصلحه الغير حكوميين وبعض الحكومات بيتم المناقشات فيه على بشكل مواد حواريه على عدد كبير من الموضوعات المتعلقه بدور المراه وتاثر المراه نتيجه تغير المناخ، او والشق الثاني بتاع الموضوعات المرتبطة بالمياه والتعاون في مجال مكافحة ندرة المياه أو مواجهة ندرة المياه أو تأثر المياه بتغير المناخ. ده مسار، وده حاصل بالتوازي مع المسار التفاوضي اللي حضرتك أشرت إليه دلوقتي، اللي هو مستمر لغاية آخر المؤتمر الذي يعد عصب المؤتمر، وهو الهدف الرئيسي من هذا التجمع الذي يضم أكثر من 40,000 شخص، هو التفاوض ما بين الدول الأطراف، حوالي 196 دولة، على موضوعات محدده موجوده في الاجنده. احنا اخترنا زي ما حضرتك تفضلتي السنه دي احنا بنتكلم على تنفيذ التعهدات السابقه. التعهدات السابقه هي الحقيقه في تعهدات من 2015، في تعهدات تسبق 2015، في تعهدات وصلت السنه اللي فاتت في جلاسكو. الهدف منها هو تسريع وتيره التنفيذ وتقديم الدعم للدول الناميه لتنفيذ عدد من التعهدات الوطنيه التي اعلنتها في مواجهه تغير المناخ. طب الايه، ما هذه المسؤوليات وما هذه التعهدات ومن المسؤول عنها؟ هو المسؤول عنها بصوره اساسيه وفقا لاتفاق باريس. تقديم الدعم هي مسؤوليه الدول المتقدمه لدعم الدول الناميه، ودي الدول دي مسؤوليه للدول المتقدمه. ثم المستوى الثاني هو مسؤوليه الدول نفسها قدمت تعهدات وطنيه على نفسها للتنفيذ، وجزء كبير منها كان مشروط بالحصول على التمويل لتنفيذ المشروعات لمواجهه تغير المناخ، سواء في مجال خفض الانبعاثات او في مجال التعامل مع الاثار السلبيه للتغيرات المناخيه. فالمسؤوليه هي مسؤوليه مؤسسات دوليه، مسؤوليه دول متقدمه، مسؤوليه دول نفسها اعضاء المجتمع الدولي، مسؤوليه مؤسسات المجتمع الدولي لتوفير البيئه المناسبه وتقديم الدعم اللازم للتنفيذ على ارض الواقع. يعني أكيد هناك أجندة، هي أجندة أولويات الدولة المصرية في الوصول بهذه النسخة إلى التنفيذ الحقيقي. ما هي قمة هذه الأولويات؟ هي الأولويات مش أولويات الدولة المصرية، أولويات الرئاسة المصرية هي الدعم وتوفير البيئة المناسبة في المفاوضات، ومحاولة يعني دعم الدول للتوصل إلى تفاهمات حول القرارات المطروحة للتنفيذ. القرارات المطروحة دي بتسعى إلى تنظيم التنفيذ او وضع القواعد والتوجيهات المتعلقه بآليات التنفيذ والتعاون الدولي في هذا الاطار. يعني احنا كرئاسه مصريه مهمتنا ان احنا نيسر المشاورات، وطبعا المشاورات حصل الاسبوع الاولاني، الاسبوع الثاني هتبقى تحت قيادتنا من خلال عدد من الميسرين، علشان يتم التوافق حول القرارات التي تحدد التعاون الدولي او اطر التعاون الدولي لتنفيذ التعهدات القائمه، او لوضع تعهدات جديده، او لرفع مستوى طموح التعهدات الموجوده، بحيث ان يبقى في مواجهه فعليه وفعاله للتعامل مع تحدي تغير المناخ. يعني اليوم هو اليوم التاسع من ايام مؤتمر المناخ، يعني ما هي اخر تطورات المفاوضات في القمه؟ الحقيقه هي القمه كانت اول يومين، احنا دلوقتي مستنيين بقى في المؤتمر نفسه. النهارده اليوم التاسع من المفاوضات، وده يعني دل على شيء فيدل على مدى تعقد المفاوضات وتشعب الموضوعات. في عدد من الموضوعات اوريدي تم الانتهاء وتم التوصل الى توافقات وتفاهمات حول القرارات الخاصه بها، والتي سيتم اعتمادها في اخر يوم في المؤتمر اللي هو يوم الجمعه. ولا زالت في موضوعات اخرى محل التفاوض، وتتعلق بصوره اساسيه بموضوعات التمويل، كيفيه التمويل ودعم الدول الناميه، تتعلق بآليات التنفيذ، تتعلق بنقل التكنولوجيا، تتعلق بالتعامل مع الخسائر والأضرار، تتعلق برفع مستوى طموح إجراءات خفض الانبعاثات. ودي كلها إجراءات يعني فنية اقتصادية تنموية،
ولذلك هناك يعني ايه تحديات في التوصل للتفاهمات ما بين كل الدول حول مسؤوليه الدعم من جانب ومسؤوليه والقدره على رفع مستوى طموح الاجراءات، والاهم من ده التنفيذ على ارض الواقع. لماذا وصفت المفاوضات بانها معقده؟ لانها يعني اولا معقده لانها لا تتناول شق بيئي فقط، لكنها مفاوضات ذات طابع اقتصادي، ذات طابع تنموي، ذات طابع سياسي تحت غطاء بيئي. أشكرك شكرا جزيلا سعادة السفير محمد نصر، كبير مفوض الرئاسة المصرية لقمة المناخ.